وصلي وادعي ربك يرحمه ويتوب عليه. يقول الشارح: فإن كان إذا كان الفعل مضارعا دخلت عليه اللام، يعني إن زيدا لا يرضى، إن زيدا لا يذاكر الدرس، طيب إن زيدا لا يذر الشر، قال كلمة يرضى ده فعل متصرف يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، لكن كلمة إن زيدا لا يذر، قال ده كلمة يذر ده فعل غير متصرف، فسواء كان الفعل مضارع متصرف أو غير متصرف تدخله اللام. هذا إذا لم يقترن به السين أو سوف، فإن اقترنت به أقول إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم، ففي دخول لام عليه خلاف يعني، هل يجوز؟ العلماء اختلفوا، يعني ما أقول إن زيدا سوف يقوم، أقول لا سوف يقوم. بعض العلماء أجاز دخول لام على الفعل المضارع المسبوق بالسين أو سوف، وبعضهم منع ذلك. إن كان ماضين غير متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول لام عليه. إن زيدا لنعم الرجل، يعني إيه الفرق بين إن زيدا جلس أو نجح ونعم؟ نعم ده فعل ماضي جامد يعني ليس متصرف، فأجاز أو ظاهر كلام الشيخ اللي هو يعني ابن مالك الجواز. ليه؟ لأنه قال أهو ولا من الأفعال ما كرضي، لماذا أتى برضي؟ عشان ده بيبين ده فعل ماضي متصرف يعني منه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، فإذا كان غير متصرف يعني جامد زي نعمة أو بئسة يجوز دخول اللام. طبعا الجواز هنا بالمخالفة يعني طالما يعني أتى بالمثال كأنه يريد أن يقول إذا كان الفعل ماضيا متصرفا لا تدخله اللام، أما إذا كان غير ذلك فيجوز دخول اللام حتى وإلا من نص صراحة، لكن هو بالمثال يتضح المقال كما يقولون. فإذا قلنا الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه، إن زيد لقد قام، وده شرحناه يعني. ثم انتقل الشيخ إلى البيت قال وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. صلوا على الحبيب. نحن شرحنا الآن دخول لام على خبر إن، صح يا ولاد ولا؟ وقلنا اللام تدخل على خبر إن بشروط، لابد أن يكون الخبر متأخرا، وألا يكون منفيا، وألا يكون فعلا ماضيا متصرفا، هذه الشروط التي قلناها وشرحناها. بدأ الشيخ ينتقل إلى المواضع التي تدخل فيها اللام غير الخبر، قال وتصحب الواسطة معمول الخبر، يعني تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر، إن زيدا لطعامك آكل. اقرأ المثال ده. ها؟ أيوة. طيب إن زيدا، ها قول كده ابنه، ها لطعامك آكل. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا نعرف المثال، إن ده حرف ناسخ بيعمل إيه إن يا أولادي؟ ينصب الاسم ويرفع إيه؟ طيب فين اسم إن؟ زيدا. آكل خبر زيد، خبر المبتدأ، هذه إن زيدا آكل طعامك. طعامك ده مفعول به للخبر، لأن آكل اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، كأنك قلت إن زيدا يأكل طعامك، فمن يا أولادي ولا؟ آكل زي يأكل كده، كقوله تعالى في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ أي خليفة مفعول به لجاعل، زيها برضو أجعل في الأرض خليفة. فده يسمى يا أولادي معمول الخبر، يعني الخبر ده هو الذي نصبه فأصبح معمول به لآكل. إحنا الآن نريد أن ندخل لام الابتداء على معمول الخبر، هذه اللام تدخل على المعمول بس بشرط التوسط، يعني أن تقع بين اسم إن وبين الخبر، هذا معنى كلام الشيخ وتصحب الواسطة
معمول الخبر، يعني تصحب معمول الخبر إذا توسط. هل وعيتم ما أقول؟ أنتوا هتردوا عليه ولا أمشي؟ ردوا عليه لحسن أمشي. ما انفحش، ما أحبش أكلم حد وما يردش علي. أنا أقول واضح، قولوا واضح. أنتوا يعني النسوان مكسوفين تتكلموا؟ أنا عايز أبسط لك العلم، إزاي أكلمك ما تردش علي يعني؟ الشيخ يقول وتصحب الواسطة معمول الخبر، يقول تصحب معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن وبين خبر. هل فهمتم؟ طيب الحمد لله. يبقى عرفنا الآن متى تدخل على معمول خبر؟ نقول إذا جاء متوسطا بين اسم إن وبين خبر. وإحنا قلنا المعمول يعني المفعول، لأن الخبر ده هو اللي نصب طعام ده، عشان كده بنقول مين نصبك؟ يقول آكل، فده اسمه معمول الخبر، يعني الخبر هو الذي عمل فيه النصب. هل فهمتم؟ طيب. والفصل، هذا والفصل، أي والفصل اللي هو يسموه ضمير الفصل. سمعتم عن ضمير الفصل؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أولاد أنا مش بكلمكم، مش بقول لك سمعتم ولا ما سمعناش، فيها إيه دي؟ عايز أفهم أنا في حاجة دي. لما أكلمك رد، هتردوا ولا مش هتردوا؟ أكلمكم تردوا علي. معلش دي طريقتي، ما تزعلوش مني، دي طريقتي أنا. ما بحب أشرح، بحب اللي قدامي يتجاوب معايا. أكلمه وردوا علي، ده يزعلكم في حاجة؟ طب أنا بكلمك رد، بقول لك سمعت عن حاجة اسمها ضمير الفصل، بس دي حاجة تزعلكم؟ ليه مش قادرين تردوا؟ صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أولادي، اسمعوا أولادي عشان تفهموا حكاية ضمير الفصل ده. إذا قلنا زيد الناجح، أخونا الكريم هيعرف، يقول زيد مبتدأ، الناجح خبر، يعني الكلام تم عنده. فاهم؟ يقول لا، أنا أعرف زيد مبتدأ والناجح صفة، الخبر لسه ما جاش. أقول الزيد والناجح فاز بالجائزة. تفهمت ولا لا؟ فهذا الاسم يجوز أن يكون ها خبرا وصفة، صح ولا لا؟ يعني يجوز إعرابه أن يكون خبر أو إيه. عندما أقول زيد هو الناجح، ده بيسموه ضمير الفصل، يعني ما بعده أصبح خبرا لا صفة، فصل بين الاثنين. تفهمت ولا لا؟ وإذاك لما تقرأ في أول سورة البقرة، فأولئك هم ها المفلحون. لو قلت أولئك المفلحون، يجوز المفلحون ده أن تكون خبر لأولئك أو أن تكون صفة. واضح يا أولاد ولا لا؟ فلو قال أولئك هم، هذا فصل، يعني ما بعده خبر لا صفة. كثير من العلماء قالوا ضمير الفصل ده ملوش محل من الإعراب، هو حرف بس جاء على صورة الضمير، ملوش محل من الإعراب. أو إحنا الآن بنتكلم عن ضمير الفصل ده اللي هو بيفصل بين النعت وبين الخبر. واضح يا أولادي؟ فلما القرآن يقول إيه؟ الآية القرآنية هي إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، يبقى إن حرف ناسخ، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب، اسم إن. طب القصص، ها خد بالك لما قال القصص، لو ما جبتش هو ده، لما اقول ان هذا، خد بالك القصص، يبقى اصبح خبر مين؟ ها خبر ان، ما خبر ان لازم يكون يا اولادي. طب لما اقول ان هذا القصص، ها اصبح هي صفه، مش كده يا ابني ولا؟ صح يا اولادي او بدل؟ فاهمين يا اولادي ولا؟
لما قال لهو يبقى ما بعده يعرب به خبرا لا صفة، مش كده ولا؟ يبقى فصل بين ايه؟ بالخبر وبين النعت يعني. فهو ده ضمير فصل يعني، وقع بين اسم إن وبين خبرها. إذا ضمير الفصل تماما زي معمول الخبر، علشان تدخله اللام لابد أن يتوسط. تفهمتوا ولا يا أولادي؟ يبقى إذن المواضع التي تدخل فيها اللام دي، أول موضع خذوا بالكم، أول موضع إما خبر إن أو معمول الخبر أو ضمير الفصل أو اسم إن، فتدخل على متأخرين وتدخل على متوسطين. المتأخرين اللي هو خبر إن واسم إن إذا تأخر، يعني القرآن بيقول إن في ذلك لعبرة، شوف إن في ذلك لعبرة، يبقى في ذلك ده جار ومجرور خبر إن مقدم، عبرة ده اسم إن مؤخر، يبقى تدخل على اسم إن إذا تأخر، وتدخل على خبر إن إذا تأخر، أما تدخل على المعمول الخبر وعلى ضمن الفصل إذا توسط. أظن كده واضح؟ هذا ما قاله شيخه. قال وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل، يعني تصحب اللام تدخل على معمول الخبر بشرط أن يتوسط، وكذلك ضمير الفصل بشرط أن يتوسط، واسما حل قبله الخبر، يعني تدخل على اسم إن إذا حل قبله الخبر، يعني إذا جاء قبله الخبر. أظن واضح يا أولادي؟ طب ومتى يأتي الخبر؟ إذا كان جار أو ظرف أو جار ومجرور، لأنه إن ذي بالذات لا يجوز أبدا أن تتقدم يتقدم الخبر على الاسم إلا إذا كان ظرفا أو إيه؟ اللي هو الشيخ يقول وراعي ذا الترتيب إلا في الذي تليت فيها أو هنا غير البذي، يعني إذا كان الخبر ظرف أو جار ومجرور اللي هو شبه جملة يجوز أن يتوسط. يلا اقرأ كده. ووسط ما بذي الحروف، ووسط ما بذي الحروف بذي الحروف مبطل أعمالها وقد يبقى العمل. احنا عرفنا إن بتعمل ايه يا ولادي يا حبيبي؟ ردوا علي، تعمل ايه؟ تنصب الاسم وترفع، هذا هو عملها. يبقى إن تنصب الاسم وترفع الخبر، كويس. إن زيدا عالم، إن حرف ناسخ، زيدا اسمها منصوب، عالم الخبر مرفوع. الآن سوف ندخل ما، أقول إنما زيد عالم، فإن عندما دخلت عليها ما، ما دي كفتها عن العمل، معنى كفتها يعني أبطلت عملها، جعلتها لا تعمل، لذلك يسموها ماء الكافة، يعني إذا دخلت على إن كفت عن العمل وجعلتها صالحة للدخول على الجملة الفعلية، لأنه معروف إن إن تدخل على جملة اسمية تنصب الاسم وترفع الخبر، فلما تدخل عليها ماء تبطل عملها وتجعلها صالحة للدخول على الجملة الإيه؟ الفعلية، شوف، أو على الاسمية، إنما الله إله واحد، إنما هذه هم ها؟ إنما قل إنما يوحى إلي، قل شوف إنما يوحى، أشوف إنما يخشى الله من عباد العلماء، فتدخل على الجملة إيه؟ فعلية أو تدخل على الجملة اسمية. هذا معنى كلام الشيخ ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها، يعني ما هذه هي ماء الحرفية بعكس ماء الاسمية، يعني عندما قال الله عز وجل إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما إن ذي حرف ناسخ، ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني إن الذي صنعوه كيد، أصبحت كيد ده خبر إن، وما ليست كافة وإنما ده اسم موصول بمعنى الذي. فهو الشيخ يقول ووصل ما بذي الحروف مطل إعمالها، بس لازم تكون ما، تكون ما يا أولادي إيه ها الحرفية وليست ما الإيه الإسمية، لأن ما الإسمية اللي هي معنى الذي دي لا تبطل عمل. طيب وقد يبقى العمل، قد حرف يدل على التقليل، يعني بعض العلماء أجاز إن ممكن ما تدخل على إنه تعمل، يعني أقول إنما زيدا ناجح،
لكن ده نادر وقليل. وبعض العلماء قال لا، الثابت أنه ما تدخل على ليتا، فيجوز إعمالها ويجوز إهمالها، هو ده الشيء الوحيد بس. يعني أقول ليتما الشباب يعود، أو ليتما الشباب يعود، أو ليتما الشباب، يعني يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. يعني ما عندما تدخل على ليتا يجوز إعمالها ويجوز إهمالها. لكن الشيخ لما قال وقد يبقى العمل، بعض العلماء حمل هذا على ظاهره فقال يجوز الإعمال. يشوف، وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفت عن العمل وقد تعمل قليلا، وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاج وابن السراج. وحكى الأخفج والكسائي إنما زيدا قائم، والصحيح المذهب الأول وهو أنه لا يعمل منها إلا ما إلا ليت بس عندما تدخل عليها ما، ده الصحيح يعني. إذن كلام الشيخ، ظاهر كلام الشيخ وقد يبقى العمل، قد يعني قد يبقى العمل مع دخول ما على إن أو إحدى أخواتها على 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 ها؟ نعم، أي إلا ليت. طبعا ليت ده بالاتفاق يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. كامل يا ابني وجائز رافعك، تفضل. ما احتراز ما الاسمية؟ طب ما احنا شرحنا، هو ما قال ما غير الموصولة، ما هي ما الموصولة اسمية؟ حرفية موصولة بقى. لا يا شيخنا، الأستاذ فهمي اختلط عليه الأمر، قال ما الموصولة حرفية. يا أستاذ أنت عندك المعارف دي أسماء ولا حروف؟ أسماء. طيب أول حاجة المعارف الضمائر، يليها الأعلام، يليها اسم إشارة، يليها اسم الموصول. اسم الموصول ده فيه اسم موصول نصي يعني يدل على يعني معين، زي الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي. في اسم موصول مشترك يعني يصلح للمفرد والمثنى والجمع، يعني أعجبني من قام ومن قامت ومن قاموا ومن قمنا، فهمت؟ أعجبني من قام يعني الذي قام. ماذا اسم موصول برضو مشترك، لما قال القرآن فانكحوا ما طاب لكم النساء، ما طاب يعني الذي طاب، فهمت؟ سبح لله ما في السماوات يعني الذي في السماوات. نقصد هنا ما نصش على كلمة اسم، حتى الماء أرض ما في حروف موصولة في اسماء موصولة، فهناك قوله غير موصولة لم يحترز عن الحرفية، ما فيش نص على كلمة اسم موصول. لو قال اسم خرجت خلاص. يا ابني يا حبيبي، أنت من قال لك إن ماء الموصولة حرف؟ من قال لك هذا؟ لا، في حروف موصولة وفي أسماء موصولة. لا، في حرف، إحنا بنقول حرف مصدري له صلة، حرف مصدري. الحروف الموصولة أقصد يعني مول أسماء الموصولة، الأسماء الموصولة غير الحروف. الحروف لأن اسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد. حرف الموصول اللي حضرتك بتكلم عليه اللي هو ماء المصدرية اللي تؤول مع ما بعدها بمصدر، لما أقول أعجبني ما صنعت، ده ممكن تجعلها اسم موصول بمعنى الذي، يعني أعجبني الذي صنعت، ممكن تجعلها حرف يعني أعجبني صنيعك أو أعجبني صنعك، فهمت؟ ما دي، فلما تب ما يعني مصدرية تب حرف، ما موصولة تب اسم. ما فيش ما عندنا ماديا تقول عليها موصولة وهي حرف، لا قطعا هي اسم. فعندما يقول ربنا سبحانه وتعالى إنما صنعوا كيد ساحر، يعني إن الذي صنعوه كيد ساحر، فما اسم موصول بمعنى الذي، وصنعوا دي صلة الموصول، كيد ده خبر إن، يبقى إن نصبت ورفعت أو الخبر مرفوعه. لأن يا شيخنا لو جعلت دي ما موصولة، عفوا ما صلة، أو أقصد اللي هي يعني حرف مصدر، يعني قلت إن، ها إن صنعهم، مش كده ولا لا؟ إنها تقول إن إيه أو صنيعهم، مش كده؟ لا،
العلماء نصوا على ان هنا ما اسم موصول بمعنى الذي. وحتى الشيخ ابن هشام رحمه الله استدرك يعني على في الشيخ محمد محي الدين رحمه الله لما قالوا فوالله ما فارقتكم قارين ولكن ما يقضى فسوف يكون ولكن ما يقضى ولكن ما فاعتبر ما دي كافة للكن. لكن الشيخ في الحاشية استدرك عليه قال لا هو الشيخ يعني أخطأ في هذا، ما هنا ليست كافة وإنما هي اسم موصول بمعنى الذي، ولكن الذي يقضى سيكون. فهنا ما يبني زي ما قلت لك كده، ما إذا صح تأويلها بالذي تبدأ أصبحت اسم موصول. طيب إذا لم يصح أصبح دي ما كافة، يعني ده حرف كاف حرف، فما اللي كافة حرف لكن ما الموصولة اسم، وإذا كانت اسم يبقى هي نصبت الاسم ورفعت الخبر. إيه الإشكال اللي عندك يا فهمي؟ لا ما أنت لازم تقتنع، أنت بتقول أصلا ما نصش، ما هو الشارح مش ضروري يقول لك كل حاجة. شوف يا مولانا بص، والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي، أجيبها لك في الصفحة، والمراد من الموصولة اللي هي ما يعني التي بمعنى الذي نحو إنما عندك حسن، أي إن الذي عندك حسن، وهي والتي هي مقدرة بالمصدر نحو إنما فعلت حسن، يعني إن فعلك حسن، التي هي مقدرة بالمصدر، يعني لو اعتبرتها هي وما بعدها مصدر فدخلت معنا في الاسم. ليه؟ هي نفسها حرف، هي نفس مادي حرف، ما اللي يدخل على الفعل يعني مادي حرف، هي وما بعدها أول مصدر والمصدر اسم. افهم كلام يعني، واضح يا ابني؟ يعني ما أقول إنما أو إنما، خلينا في الآية دي عشان ما يحصلش إشكال عندك، إنما صنعوا كيد ساحر، لو قل إن بمعنى الذي يبقى ده اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، صنعوا فعل وفاعل دي صلة الموصول، يعني هي المتممة لاسم الموصول. طب لو جعلت ما حرف مصدري، حرف مصدري، الحرف ده يؤول هو ما بعده بمصدر، فأصبح اسم إن عبارة عن ما زائد صنعوا، صح؟ يعني إن صنيعهم كيد ساحر، أو إن صنعهم كيد ساحر. فلا يجوز لك أن تقول هنا ما اسم، يعني اسم إن يعني، لا، لأن اسم إن ما عادش ما، لا ده ما مع أسخد بلا حضرتك، إيه الفرق بين الحرف المصدري واسم والحرف الموصول؟ الاسم الموصول ده يحتاج إلى جملة تسمى صلة الموصول، صح يا ابني؟ والجملة دي لابد أن يكون فيها عائد يعود عليه. طيب إنما الحرف المصدري ده لا يحتاج إلى جملة تسمى صلة الموصول. واسم الموصول له محل من الإعراب، لكن الحرف الموصول ليس له محل من الإعراب. اسم الموصول يكون في عائد يعود عليه، لكن صلة الموصول دي المؤول بصلة ده ليس له عائد. يعني في فرق بين، وده اقرأ حتى لما تجد في الأسماء الموصولة هتجد أن الشيخ نفسه ذكر الأسماء الموصولة ولم يذكر الحروف الموصولة واستدرك عليها في، صح ولا لا؟ طيب فأنا عايز بقى اعرب لي انت الآية كده عشان تفهم بقى، إنما صنعوا كيد وساحر، يلا اعرب كده، قول يا ابني إن حرف توكيد ونصب أو إن حرف ناسخ، ما اسم موصول بمعنى الذي. فلما قلت اسم موصول يبقى له محل من الإعراب، له محل إيه؟ يبقى محله إيه؟ مبني على السكون في محل نصب. الاسم موصول يحتاج إلى جملة تسمى صلة الموصول، يعني هي المتممة لاسم الموصول، هي جملة صنعوا دي ليس لها محل من الإعراب، والخبر كيده. طيب لو جعلت ما حرف موصول، حرف هذا الحرف ليس له محل من الإعراب، يعني لا تستطيع أن تقول اسم إن، لأن الحرف ليس موجود. طيب خلينا نكمل، بعدين صنعوا يبقى ما مع صنعوا مؤول بمصدر، المصدر ده المؤول هو اسم إن، يعني إن صنيعهم كيد ساحر.